حول فعاليات مبادرة خطى لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج. التقرير للزميلين محمد سيد ومحمد رفعت. ضمن الدور المجتمعي الهام الذي تقدمه مؤسسة حياة كريمة لدعم مختلف فئات وشرائح الشعب المصري وتحت عنوان خطى، وفرت المؤسسة عدد كبير من الكراسي المتحركة الكهربائية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية كإحدى التدخلات التي تقدمها المؤسسة لهذه الشريحة من أبناء الوطن. أيمن خليفة، أحد متطوعي حياة كريمة بمحافظة سوهاج. النهاردة متواجدين في فعالية خطى لخدمة أهلنا ذو الهمم بتسليم كراسي متحركة، بنشكر عليها مؤسسة حياة كريمة، كما نقدم الشكر المعالي رئيس الدولة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعمه من هنا من سوهاج. وعندنا إن شاء الله بإذن الله فعاليات مستمرة طوال السنة وخاصة داخل سوهاج، وإن شاء الله الشهر القادم بإذن الله في محافظة سوهاج هيكون معنا فعالية التمكين الاقتصادي. الاحتفالية تؤكد حرص الدولة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع. طبعا احنا كمنظم في حياه كريمه هنا، احنا طبعا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الطيبه دي، ودي مستهدفه الاحتفال بذوي الاعاقه وتوزيع اكثر من 60 كرسي ذوي اعاقه متحرك. وطبعا احنا في الوقت الحالي يعني مشاركين جميع اهالي سوهاج بجميع فئاتهم بحيث ان هم يحتفلوا معانا بذوي الاعاقه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال يعني عهده دايما في اهتمام بذوي الاعاقه بكود الاتاحه، واهتم جدا بذوي الاعاقه في العهد بتاعه. تحيه طيبه لجميع القادة والرؤساء مجلس الوزراء. متطوعين مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في يعني مبادرة خضة اللي بيرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي أحد المبادرات الكتير اللي بيرعاها فخامة الرئيس للإحساس بالمواطن المصري والأسر الأولى بالرعاية. على هامش هذه المبادرة اللي هي يتم فيها توزيع 60 كرسي كهربائي لذوي لإخواتنا من ذوي الهمم، يعني هذه الكراسي سوف يعني تكون بالنسبة لهم بقعة أمل وبقعة يعني نور، وتؤكد إحساس القيادة السياسية بالشعب المصري بجميع فئاته. كمان على هامش هذه المبادرة يعني في مبادرة سقيا الماء، وهي توزيع يعني مياه مثلجة على جميع المارة من كافة أنحاء الشعب في محافظة سوهاج. وتأتي مبادرة خطى ضمن حزمة المبادرات والتدخلات التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة لمختلف فئات الشعب المصري، إيمانا منها بحق المواطن المصري في حياة كريمة. محمد رفعت، طيبة.